متابعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. إن شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. في الحقيقة اليوم عندنا موضوع مهم حابين نحكوا عليه، لأنه موضوع أثار الكثير من النقاش ومن الجدال ومن الاستغراب أيضا في مختلف وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الدولية الكبرى اللي تهتم كثيرا بدقائق التفاصيل، وعادة تكون مقالاتها أكثر جدية وأكثر مصداقية من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه دائما احنا نقولوا بلي مواقع التواصل الاجتماعي لا تعتبر مصدر للمعلومة، لأنها عادة تكون الأخبار اللي منتشرة فيها مغلوطة وكاذبة ويصنعها ذباب من أي طرف كان. والمروح من أكثر الدول اللي احنا نعرفه والعالم كله يعرف بأنه بلد ينشر الإشاعات وينشر الأكاذيب، والشعب ولا الدولة ولا البلد رقم واحد في الكذب في العالم، رقم واحد، لا أحد يسبق المراركة في الكذب في العالم. هذا كلام رسمي، هذا الكلام راني نقول فيه مش معاير، لأنه بزاف ناس يحسبوني راني نعاير فيهم وراني نقول هذا الكلام من قبيل الإسراف في القول والإسراف في الكلام. لا 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 لا، هذا كلام حقيقي، يعني اسألوا جوجل عن أكذب ناس في العالم يقول لكم المراركة، ناس مستعدين للخداع ومستعدين للكذب وما يمكنش اعتمادهم كمصادر للمعلومات وكمصادر لأي شيء إن كان. أنا يا شخصيا عندي معهم تجربة مريرة، كمية الكذب وحجم الكذب اللي خدموه عليا، أنا شخصيا أتكلم على تجربتي الخاصة، يعلم بها رب العالمين فقط. روحوا شوفوا في اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي تكتشفوا مدى سخافة هذا الناس، درجة السخافة والحقارة، وهذه خلتني نتأكد بلي أنا على الطريق الصحيح. يعني علاش أنا راني مستمر في المعركة؟ أنا مستمر في هذه المعركة الإعلامية لأنني أدركت حجم ضعفهم، لقيت ناس ضعاف، ناس يمكن أن تدوس عليهم بقدمك دون أن تأخذ بهم رأفة. لو كانوا جو ناس صادقين، أنا كي نشوف مثلا ردودهم عليا، نحكي على تجربتي الشخصية وبالتأكيد هي نفس التجربة اللي هي يتعرض لها الكثير من الجزائريين، بالتأكيد هي التجربة اللي يتعرض لها وطن كله اللي هو الجزائر. أنا نبدأ من نفسي، من الخاص إلى العام، كي نشوف ردودهم عليا ونلقاها كلها كذب وكلها افتراء، وش نستنتج؟ نستنتج أنه هذا الناس اللي لهم يكذبوا في القضايا اللي تخصني اللي أنا نعرفها جيدا، فهم يكذبون في القضايا الأكبر. سلاحهم هو الكذب لا أكثر ولا أقل، فبالتالي أنا لي أن أمد قدمي على وجوههم. مانيش راح، لو كان حسيت نفسي أمام خصم قوي، خصم لديه الأدلة والحجج والبراهين والإقناع إلى غير ذلك، نقول لكم يعني ممكن، كان ممكن جدا أنني نخاف نتردد نتراجع. لا، أنا لقيتهم ناس تافهين، والله أنا نبرد فيهم زعافي، ناس تافهين، ناس صغار 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 الحجم، والله لن ينتصروا في شيء. طبعا في شيء من هذه المعركة هذا يعني فاهميني، ما كانش صدقوني رانا نتعاملوا مع أحقر وأرذل خلق الله، أحقر وأرذل خلق الله وأنذل خلق الله. هذا الناس اللي عندهم استعداد أنهم يثيروا قضايا الشرف وقضايا العرض بالكذب، الناس اللي راهم يتكلموا على تاريخ الجزائر وما أدراك ما تاريخ الجزائر، يعني ما نروحوش للكتب الجزائرية، ما نروحوش، تخيلوا كذبونا حتى على أبو القاسم سعد الله، الله يرحمه، أبو القاسم سعد الله عنده مراجع وكتب في التاريخ ومشهورة جدا، وشبابنا الآن، أنا سألت في المكتبات، الشباب مقبل إقبال رهيب
على على كتب التاريخ وبالذات كتب القاسم سعد الله بعد هذه الأزمة هذه والمعارك هذه اللي استفدنا منها احنا كجزائريين انه شبابنا الان عاد مهتم بتاريخ بلاده ويبحث في تاريخ بلاده. فراحوا يكذبوا على ابو القاسم سعد الله مثلا جابوا السنجاب تاعهم اللي يسموه سنايبي هذاك والله غير واحد يلحقوه يعود يعاير فيهم بالحيوانات وفعلا هم كذلك سنجاب جابوه قال لهم باللي الدولة الجزائرية ما كانتش موجودة والإثبات كي كتب ابو القاسم سعد الله. تروح تشوف ابو القاسم سعد الله مسكين ما قالش هذاك الكلام يعني يجتزأ من كلامه يروح يدي جزء من كلامه ويقرأه على الناس على أنها هذه هي الحقيقة العلمية الثابتة. شوف ذيك الفهمة وشوف ذيك السماطة. ثاني والله قعدت نشوف أنا درتها في الصفحة تاعي تاع الفيسبوك بلك شفتوها في البروفيل أنا ما عنديش صفحة عندي بروفيل تاعي الخاص اللي في اللي موثق بالعلامة الزرقاء يعني درت لكم صفحة من كتاب يحكي على جمال عبد الناصر عنوانه جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية اللي مؤلفه فتحي الديب. فتحي الديب هذا كان من ضمن الوزراء في 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 مصر في عهد جمال عبد الناصر. يجي في السنجاب هذاك السنايبي يجي يقدم العنوان تاع الكتاب يقول لهم هذا الكتاب يقول باللي الجزائريين خانوا المراركة وكذا وكذا وكذا. يكذب هو عارف باللي المراركة سمك شبوط ما يقراوش. او المشكلة نقول لك تقدر تكون ملك على ناس جاهلين على ناس أميين. أي واحد يكون قاري شوية يكون شوية متعلم وشوية قاري ويطيح في مجتمع جاهلي واللي هو الملك. علاش؟ لهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم حتى لا يتسيد علينا الجهال. فهو عارف باللي سمك شبوط حمير ما يقراوش المراركة ما يقراوش أعداء القراءة طاحوا معنا احنا الجزائريين على الأقل عندنا نخبة كبيرة تقرأ. أنا شخصيا نتكلم على نفسي مستحيل نفوت يوم بلا قراءة مستحيل لازم يكون عندي كتاب موجود في المسامية في 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 السرير تاعي في الغرفة تاعي دائما عندي كتاب لازم راني نقرأ في كتاب من الكتب. الحمد لله هذه نعمة نحمد عليها ربي وأتمنى أنها تكون عند كل الشباب. هذا الميزان ما تخلوش الهاتف يسيطر على حياتكم لا لازم تكون عندك دائما النافذة للقراءة نافذة للمطالعة. المراركة ما يقراوش والله ما يقراو شعب جاهل جاهم. هذا السنجاب الصنايني هذا يكذب قال لهم الكتاب نتاع فتحي الديب جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية هو يقول فيه باللي وقرا لهم صفحات. والله غير رحت انا قلت انا هو كتاب فيه 740 صفحة قلت والله العظيم غير نروح نجيبه وجبته فعلا طلعناه من مواقع تاع تحميل الكتب وبديت نشوف هذا الكلام هذا اسكو صح فتحي الديب وجمال عبد الناصر يقولوا كلام كما هذا على الثورة الجزائرية باللي الثورة الجزائريين خانوا المراركة. والله يا جماعة أقسم لكم برب الكعبة غير نلقاها العكس. قريت هكذا نقرأ 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 ونحوس على كاش كوانا كاش فقرة كاش جملة ما كانش. بالعكس فتحي الديب تكلم على خيانة المروك للثورة الجزائرية وقال بأنه حتى جمال عبد الناصر والسلطة المصرية آنذاك كانت تحاول أن تخفي الكثير من المعلومات عن المراكشيين. حتى الكتاب ما سماهاش المغرب سماها مراكش. فتح الديب مسميها دولة مراكش. شوف حجم الكذب لا غالب. أنا قلت أنا بديت لكم من نفسي قلت لكم كذبوا علي. أنا شخصيا في حياتي الخاصة كذبوا علي ألفوا لي اسم زوجة وألفوا لي أولاد وألفوا لي عائلة مش عائلتي وبدأوا ينشروا مثلي وكذاك ما عارفين هذيك الخزعبلات اللي راها ولات الآن الناس كلها تضحك عليها. أنا في الجزائر الناس كلها تضحك عليها لأنها واضح جدا ما فيها حتى مجال أنه مجرد تهريج وكذب مفضوح. راحوا طلعوا شويه المستوى نشوفوا روحوا نشوفوا مثلا النخبه تاعهم كي تحكي على التاريخ الجزائري نلقاه كذب ينشروا في الكذب على انه حقائق علميه وهو كذب وافتراء. هاهم يفتروا على فتحي الديب مسكين هذا انسان ميت كان وزير في وقت من الاوقات الف كتاب على الثوره الجزائريه اهداه للجزائر. يجي السنجاب هذا كيرفد يقول لك شوف يجوا يكذبوا حتى على ابو القاسم سعد الله اللي هو المؤرخ تاعنا حنايا كذبوا عليه
وربي سخرنا احنا محمد دومير و بارودي احمد صالح صالح احمد بارودي، هذا الناس وبعض المؤرخين اللي كثر خيرهم. انا ما ننساوش خيرهم المؤرخين الجزائريين اللي انتفضوا في هذه الاونه، والله ما ننساو خيرهم. المفروض انا نحير في مؤرخين، ما مش حاب نذكر اسماء باش من باش ما نتصادموش. يعني مؤرخ جزائري عنده كتب في التاريخ ومؤلف في التاريخ، وما نسمعولوش صوت وما نسمعولوش حس في هذه المعركة الإعلامية. لما تكون أنت عندك دكتوراه في التاريخ وكلامي بوجه الأشخاص محددين، يكون عندك دكتوراه في التاريخ وتشوف هذه الحملة الإعلامية وما تردش، واش نفهم أنا؟ تستنى في لحظة الصلح باش تروح عندهم ليزوتيل تاع مراكش؟ صح صح صح، مانيش غلط. هذا هو، لانه لما تشوف انت يا مثلا الشيخ الدكتور المؤرخ محمد صغير بالعلام يرد، وهو شيخ تسعيني، ويكشف حقائق تاريخيه ويبينها، ربي يطول له في عمره، ويبين ويرد بما يستطيع. وتشوف مثلا محمد دومير يرد مسكين ويستخدم التكنولوجيا في جلب امهات المراجع الكتب المصادر، يجيبها من فم السبع ويقدمها. وتشوف زبيري الدكتور المجاهد محمد العربي زبيري أيضا يرد ويكشف مجموعة ويكشف الحقائق بقدر ما يستطيع، لأن هؤلاء أدركوا بأن لعبة المروك على الكذب أي ولات مفضوحة، ولا بد من فضحها أكثر وأكثر. هذا في الجانب تاع التاريخ. وأنا قلت في تسجيل سابق، قلت لكم أنه بوسبير راهم يدفعونا دفعا إلى التاريخ حتى نغفل أعيننا عن الواقع، وهذا هو موضوع اللي كنت راني حاب نحكي فيه اليوم. واسمحوا لي على هذه المقدمة الطويلة. هما حابين نهربوا للتاريخ، نقعدوا نحكوا على التاريخ ونجادلوا الدولة الجزائرية كاينة ما كايناش، كاينة ما كايناش. هما حابين هذا النقاش باش حنايا نغفلوا أعيننا على الواقع. اليوم راح نحكوا على زعيتر، الإخوة زعيتر. في المقدمة تاع كلامي قلت احنا لازم نجيبوا المعلومات من مصادر موثوقة. وش رأيكم ثم في صحيفة The Economist البريطانية؟ صحيفة عريقة وصحيفة كبيرة. لما صحيفة The Economist هذه تفتح ملف يسموه علاقة الملك بالإخوة أبو زعيتر ولا زعيتر، هنا الموضوع صح يصبح مثير للجدل ومخيف أيضا. مخيف بالنسبة للمراكة، احنا رانا نستمتعوا، احنا رانا نشوفوا، احنا رانا نقولوا لكم راكم عايشين في الهم وراكم عايشين في الغم وراكم عايشين في أرذل الحالات يا سمك الشبوط، وانتم مستمتعين بالسباحة في الذل. فيعني أنا اللي نشوفه راكب فوق حمار نقول له مبروك عليك العود، احنا رانا نقول لكم كيما هاكم راكبين فوق حمار نقول لك مبروك عليك العود. أنا واش راه عندي لك؟ أنت يا فرحان بالذل اللي راك موجود فيه، أنت تستمتع بالذل اللي راك موجود فيه. هاي صحيفة بريطانية، ماهيش جريدة الشعب الجزائرية ولا جريدة الحوار ولا قناة الحوار ولا وكالة الأنباء الجزائرية ولا التلفزيون الجزائري، ولا صحيفة إيكونوميست البريطانية نتاع سيادكم أنتم اللي فرحتوا بتتويج الملك تاعهم، فرحتوا قريب الفرحة قريب فرحتوا بها، قالوا لكم باللي أرواحوا حكوا لنا على حكاية وش حكاية الإخوة زعيتر. الإخوة زعيتر هذون ثلاثة أخوة، أبو بكر وعمر وعثمان، ربي يحفظنا عدم أسماء تاع الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أبو بكر هذا بالذات مجرم، ارتكب جرائم تاع اعتداءات بدنية على ناس في ألمانيا، يعني هم عصابة تاع سطو وضرب واعتداءات وسرقة معروفين في ألمانيا ومشهورين في ألمانيا، والرياضة المفضلة والرياضات المفضلة نتاعهم هي المصارعة، ثيران تعرفوا الثور عبارة عن ثيران، ثلاث فرودة
وبقرة واحدة راهم دايرين مع العلاقة ما كان لان راكم فاهمين. المهم هذو الثيران في ثلاثة سجل سوابقهم العدلية متسخ، الحسنة الوحيدة في حياتهم أنهم أبطال في المصارعة وفي الملاكمة، وهذه الرياضة تاع المصارعة والملاكمة كما قلت لكم راهم يستخدموها حتى على الناس في الاعتداء في العدوان على الناس، داروا اعتداءات في ألمانيا وداروا اعتداءات في فرنسا وداروا اعتداءات في الولايات المتحدة الأمريكية. أبو بكر هذا ضرب صاحبته، أعتقد صاحبته ولا خطيبته والله ما على بالي، المهم الصحيفة تحكي كيما هاك، دخل عليها باللكمات على الوجه طرطق لها الطبلة تاع أذنها وراحت شكات به في العدالة. هذا من ضمن القضايا اللي عندهم، أي نحكي في هذا الموضوع باش الناس تعرف وناس تتنور باش يشوفوا المحيط القذر نتاع الملك في المخزن. هذا هو المحيط القذر تاعو. هذو ثلاثة اختطفوه الملك هذا فرح، هذا أبو بكر أعتقد جاب هما كاين زوج توأم فيهم، أبو بكر وعمر هذو توأم وعثمان مدرب تاع مصارعة. هذو التوأم هذو في زوج هما أكثر ناس راهم الآن مضيقين على 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 الميم ستة، مضيقين عليه واستقبلهم الملك مسكين، نقولوا مسكين المنوي الجايح استقبلهم في القصر تاعو فرحان بهم، باش قال هذا الناس هذو اللي فرار زعيتر هذو جابوا لنا الفخر للبوسبير، جابوا لها الفخر وحصلوا على جائزة عالمية جابهم باش يكرمهم. والله منها قال لك من نهار اللي كرمهم خرجوا من عنده، تبادل معهم أرقام الهاتف بي بي لي ومن بي بي لك، ولو أصدقاء ولو أصحاب ولو يدخلوا عنده ويخرجوا عنده. ومن بعد العلاقة وصلت إلى درجة أنهم يلا نروحوا للجابون، قعدوا في الجابون معه 200 يوم. مش كلامي هذا، ردوا بالكم تحسبوه كلامي، بالك تحسبوني كما هما نكذب ونفتري ونجيب من راسي، والله والو هذا الكلام تاع ايكونوميست البريطانية تحكي. خلى المملكة تاعو وكما قالت صحيفة البايس الإسبانية قالت الملك ضائع في أحضان ملاكم محترف، كان هذا هو العنوان تاع الصحيفة الإسبانية أيضا اللي علقت واهتمت بهذه العلاقة المشبوهة اللي وصلت إلى درجة أنه الفرار زعيتر هذون ولا بإمكانهم أنهم يستغلوا قصر، كاين قصر في طنجة أعطاها لهم الملك قال لهم دوه ديروا نادي للملاكمة، داوه نادي للملاكمة ويستغلونه كل الاستغلال. معليش قال الملك تنازل نادي رياضي، معنا هذا أمر موج، لكن الأمر اللي مش طبيعي أنه القصر في حد ذاته تاع الملك يسيطر عليه الإخوة زعيتر، أو هنا المشكل الباركينج تاع السيارات يستخدموه كما يشاءون عندهم رخصة مفتوحة، و ولو يدخلوا نفوسهم في المسائل والقرارات السياسية والسيادية في الدولة، والهبات والأعطيات تجيهم بدون حساب من الملك، لدرجة أن الملك بعث للقصر تاعه وقال لهم تهلاوا في فرار زعيتر كأنكم تهليتوا في يناية، وهذا أزعج أطراف داخل القصر انزعجت من هذا السلوك من الملك، يعني كيفاش تنازل على السلطة لهؤلاء، لدرجة أنه حتى عندهم الهسبريس أعتقد ولا هكذا اسمها إذا مانيش غلط قالت باللي السلطة الملكية لم تعد في يد الملك بل في يد الإخوة زعيتر، اللي وصلت إلى درجة أنهم سخروا القوات الأمن ومدير الأمن نتاعهم نسيت اسمه، والله غير نسيت اسمه الآن كي طلعت في الاستوديو راح لي أنا كما عارفين المشكلة تاعي ما لازمه، سخروا القوات الملكية والأمن الملكي للبحث عن كانيش نتاع زعيتر تاع واحد من الفرار زعيتر، كانيش الأمن نتاع البلاد كامل راح يبحث عنه، وفتحين مطاعم في إسبانيا وفتحين مطاعم في طنجة فتحين مطعم، وفي في في إسبانيا عندهم مطعمين من المطاعم الفخمة الكبيرة كلها من خيرات الشعب المروكي، من المفروض أنه قصة كيما هذه وحكاية كيما هذه تخليه يحير ينتفض، يعني وش كاين وش راه صاير، ثلاثة متشردين دي فاغابون يوم أكون
ما يصلح لا العادة لا العبادة بلغة الفقه. يسيطرون على الملك وعلى القصر وعلى الحكم، يعني وصلوا أنهم يتسيدون المشهد الآن، وصلوا ونطهوا حتى صحيفة الإيكونوميست البريطانية المفروض مهتمة بالمسائل الاقتصادية هي تتكلم الآن، هي الآن أثارت هذا الموضوع. أنا قلت لكم موش موضوع لي أثاره مصطفى بونيف، لو كان أنا أثرته قال مصطفى راه يزيد فيها. شفتوا يا سمك الشبوط، شفتوا يا سمك الشبوط، يعني الحقائق والعيب والعار الذي لحق بكم وتحاولوا يعني تغطوه وتبعدون عليه، تقولون يلا نحكوا في مسائل، جيبونا السنجاب يفتح لي موضوع تاع التاريخ. شوف اللي حاب يحكي في التاريخ يرجع لكتب التاريخ، الكتب راهي موجودة، الكتب موجودة، اللي حاب يثقف روحه في التاريخ يروح يثقف روحه في التاريخ. راك تحكي على الدولة الجزائرية، الدولة الجزائرية مساحتها 2,381,741 كيلومتر مربع، فيها كل الخيرات، كل الخيرات موجودة في هذه المساحة، والجيش نتاعها هو أقوى جيش في المنطقة، وتعداد شعبها 50 مليون نسمة أو أكثر، وانتم جايين في جوارنا من الجهة الغربية، مساحة تاعنا 10 مرات قد المساحة تاعكم، ما جاي تناقشني في الدولة الجزائرية، هذه هي الدولة الجزائرية. حاب تفتح لي دفاتر التاريخ كتب التاريخ، روح اقرا التاريخ على روحك، روح اقرا. مش مشكلتي، حاب تثقف في التاريخ، او عندك بن خلدون وما قبل بن خلدون وما بعد بن خلدون، وقعد اقرا التاريخ، اقرا على روحك التاريخ، واش دخلني انا فيك انايا تثقف في التاريخ ولا ما تثقفش، انا واش يهمني فيك؟ انا احكي معايا الان على الواقع، على الواقع. مزارع القنب الهندي اللي البارح دات الرخصة، مزارع جديدة لزراعة القنب الهندي، البارح فقط صدرت الرخصة نتاعها حسب الصحف والجرائد اللي عندكم. دولة عايشة على المخدرات، بلد عايش على المخدرات. ناقشني على التطبيع، احكي معي على التطبيع اللي راه عندك الان، احكي معي على التطبيع. انا نحكي الان غزه الان هي تتعرض الى اعنف قصف منذ سنوات. سمعني صوتك، ما رايك؟ ما راي المخزن تاعك؟ وين راه؟ علاش ماشيين للتطبيع في هذا الوقت بالذات؟ ما تحكي ليش على التاريخ، انا خلاص انساني التاريخ، انا ولاد اليوم، هيا خلاص مرت. التاريخ عنده أهله وعنده ناس، وأنا ذكرت لكم مجموعة من المؤرخين يردوا والله يسأل عليهم، ما هو التاريخ للتاريخ، احكي لي على اليوم. والله عاقل فيكم قاعد يناقش يقول سبحان الله العظيم، الصحافة نتاع صحافة البقري نتاعكم، صحافة الماعز نتاعكم جاتها غريبة كيما الخارجية نتاعكم، الخارجية تاع برويطة، وش يجيك منها برويطة وش يجيك منه برويطة؟ مش عاجبه أنه سوريا رجعت لجامعات الدول العربية، والمروك مش عاجب من سوريا، علاش راكم زعفانين من سوريا، علاش وش قلقكم من سوريا؟ قال لك بشار الأسد يضرب الشعب السوري بالبراميل المتفجرة، صح؟ واليهود راهم يرموا في الورود على الأطفال الفلسطينيين في غزة، برويطة نفسه هذا لي مش قابل أنه يدخل بشار الأسد ولا سوريا الجامعات الدول العربية، هو نفسه اللي راه يدافع على وجود الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي، هو اللي جاي قوت في الـ في الـ في تاع في الوفد تاع الكيان الصهيوني، يدخل فيهم للاتحاد الإفريقي، طردوهم في زوج، صار هذاك مجرم وهذاك مش مجرم. هنا تعرف باليهود، صح؟ هنا تعرف باللي هودوكم، كاين مشروع لتهويد المروك، ما فيهاش نقاش، ما تناقشوناش فيها، رايح لي التاريخ ونجيب لك كذا ويجيب لي سنجاب، حطوا لي نهار كامل وقاعد على الشاشه، ما مارد. روح ها عندك الكتب، روح اقراوا الكتب، اللي حاب يثقف في التاريخ يروح يثقف روحه، يرحم والديكم، المكتبات هاي معمره، مراركه ولا جزائريين، روحوا اقراوا التاريخ، راه كاين مكتبات راها لهنا بكتب التاريخ، مادام جاتكم طاحت عليكم الثقافه العامه تاع التاريخ فجاه. احكي لي على اليوم، حدثني على اليوم. شاطرين تحكوا انتوما كبرانات وكبرانات نهار كامل، انتوما كبرانات كبرانات، ما فهمناش على حكايه الكبرانات هذه. احنا عندنا مجموعه حتى القياده تاعنا تاع الجيش تغيرت في ال5 سنين الاخيره، تغيرت تماما، اللي مات مات، اللي في السجن في السجن، اللي في المنفى في المنفى، اللي تقاعد تقاعد، خالدين هذو يبقوا خالدين مدى، ما فهمتش انا، يبقوا مدى الحياه يعني وين رايحين بهذا التصور المجنون نتاعكم؟ ها ناس كبروا راحوا خلاص،
يا وحدثني على هذو اللي جان، هذو اللي بوزعيتر ولا زعيتر، هذو اللي شدوا كل شدوا عندكم الحكم بقبضة من حديد وقع مصارعين ثلاث ثيران وبقرة. البقرة راكم عارفينها، لا داعي نفسر في الموضوع بزاف عليها صراحة. عينا فوقوا فيكم، فيقوا فيقوا فيقوا، ما تفيقوش، أنا عافيكم ما تفيقوش، حنا رانا هذا الشيء رانا نديروا فيه لأولادنا ولشبابنا. باب فقط نكشفوا أكاذيبكم باللي شعب، نعاود نرجع للمقدمة تاعي، شعب كذبوا عليه وصدق الكذب وأصبح يكذب على الناس. تكذبوا في كل شيء، والله ما راكم صادقين في شعرة. في الأخير جماعة طلبوا مني نعلق على فوز المنتخب تاع المروك نتاع الأساغر اللي يلعبوا هنا في الشان. هذا موضوع آخر، موضوع آخر كشف أن الجزائر بلد عظيم وبلد كبير جدا. هذا انتصار للجزائر بالمناسبة، انتصار للجزائر. أنا ما يهمنيش النتيجة، والله ما تهمني نتيجة الفريق تاعنا نهزم 3-0 أو 4-0 أو 5-0 أو 10-0، لكن شبابكم ولادكم لقاو كل الترحيب ولقاو كل المحبة ولقاو كل الحماية. هذا يكفي، هذا يكفي أننا نعلن انتصار الجزائر، لأن المعركة تاعنا معركة أخلاقية والرهان أخلاقي. حتى ولادكم يعاودوا يرجعوا لكم بالكاس عن طريق الخطوط الجوية الرومانية، راح تجي الطيارة تاع رومانيا ويروحوا رافدين الكاس، راح يروحوا في هذا أيضا، هذا أيضا انتصار لنا احنا. احنا انتصرنا عليكم في بداية المعركة، وحنا المعارك تاعنا السبور، السبور هذه راها كيما نقولوا غالب ومغلوب، مسألة تتوقف فيها الكثير من الحظ وفيها الكثير، ولكن حنايا نحترموا عندنا الروح الرياضية هذيك. ولادكم بالبركة عليهم وراهم إن شاء الله يفوزوا بالكاس ويرجعوا لكم عن طريق الطائرة الرومانية. حنا ركز لي على الطائرة الرومانية يرحم والديك، أنا ما تركزليش على الشباب الصغار هذوك، فتيان صغار ربي ربي يحميهم. يعني نحكي على الطائرة الرومانية اللي راح نرجعوا فيها. هذاك هو الإذلال، هذاك هو الإذلال اللي من المفروض الشعب المروكي يتساءل، يقول علاش رانا مذلولين، علاش رانا مذلولين في كل مرة، حتى في انتصاراتنا مذلولين، علاش راه بدات المجالات الجوية، راه بدا الحديث عنها حتى عن جنوب أفريقيا باش تغلق المجال الجوي وقطع العلاقات، علاش رانا وصلنا لهذا العيب وهذا العار، علاش وصلنا لدرجة أننا ما نقدروش نحتج على المجازر في غزة فقط لأنه الملك صديق للصهاينة. هاي الأسئلة لازم تجاوبوا عليها، ونتلقاو إن شاء الله في الغد في موضوع جديد. لديكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.